انا زي سيدات كتير قوي اصيبوا بسرطان الثدي، حصلت لي الحكايه دي من سنتين، وعملت عمليه لاستئصال الورم وخضعت العلاج بعد كده كيميائي وبعد كده علاج اشعاعي، وحاليا انا باخد علاج هرموني. الحمد لله ربنا عافاني. الحمد لله رب العالمين. بعد ما ربنا يعني شفاني، فكرت ازاي ممكن اساعد يعني اي سيده ممكن بتمر بالظروف دي، واشارك في التوعيه بالمرض، لان الحمد لله هو من السرطانات اللي ممكن التنبؤ بيها من خلال الكشف المبكر، والحمد لله برضو ان نسبه الشفاء فيه عاليه. الحمد لله. اولا ابتسامتك المشرقه وفستانك المشرق بيقول اصلا حاجات كتيره من قبل ما تتكلمي، يعني بيقول ان انت حد واخده الدنيا بابتسامه، ولا ده اتعلمتيه مؤخرا؟ اتعلمته من تجربتي مع المرض. معقوله؟ لان انا لما كنت باخد العلاج الكيميائي هو علاج صعب جدا، فكان لازم كان طريقتي انا ان انا اتحايل عليه، ان انا اهتم بشكلي وما يهمنيش خالص ان انا شعري وقع، وطبعا كان فيه بيبقى بيأثر على بيعمل شحوب وبيعمل يعني بيبان على الوش يعني، بس انا كنت بتغلب على ده بالميك اب وبالبواريك وبالاشارفات وبالحلقان الكبيره فانا لقيت يعني دي طريقه كنت بضحك بيها على المرض. برافو. خدها يا غدا، انت قلت مش بتضحكي بيها على نفسك، انت بتضحكي بيها على المرض، دي يعني